بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإعلامية المتألقة مريم سميح وضيوفها الكرام. مشاهدينا الأعزاء عشاء كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي، دكتور وائل أبو العزم يحييكم، حيث يسعدني أن أنقل لحضراتكم الوصف والتعليق على المباراة المنتظرة، المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2023-2024 بين فريقي الأهلي وسبورتينج. بيمثل النادي الأهلي هنا حتحوت، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، ليليان ألكساندرا، تمارا نادر السيد، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، جايدة خالد، والإدارة الفنية الكابتن طارق خيري مديرا فنيا، ومعاه الكابتن كريم محمد إسماعيل والكابتن علياء محمود مدربان، والأحمال الكابتن محمد عبد العزيز والمدير الإداري كابتن ماجد المسلمي، إداري كابتن نجاح ربيع، ومحلل أداء كابتن أكرم الشربجي، معد نفسي دكتورة مي القاضي، طبيبا دكتورة مروة الحسيني، ودكتورة ياسمين الكيلاني، تدليك الكابتن إيمان جمال، والمهمات الكابتن محمد جمعة. أما سبورتنج بيمثله آية خالد، ريم هشام، دينستي، منار إيهاب، نور الله علي، ندى منير، أسرار ماجد، نورهان أحمد فؤاد، نادين ياسر، هاجر محمد هشام، عائشة سالم، هالة مصطفى، والإدارة الفنية للكابتن محمد محروس، ومعاه الكابتن مصطفى فكري والكابتن مصطفى جامع، والأحمال الكابتن أحمد إبراهيم مدير إداري، كابتن جانت السباعي، والإداري كابتن محمد جابر، والطبيب دكتورة أسماء عوض. يحكم لقاء اليوم الحكام الكابتن منى علي، ومعها الكابتن نانسي أيمن والكابتن رنا خالد، ويراقب المباراة الكابتن أحمد الفلكي رئيس لجنة الحكام الرئيسية. على طاولة الحكام سلمى عبد العال، نور رضا، محمد تمرك، مصطفى مجدي، وعلى جهاز الاي ار اس الكابتن محمد حلمي. لحظات وهنبدا مع حضراتكم اللقاء. بيتم الان النداء على اسماء لاعبات الاهلي، بينزلنا الى ارض الملعب. ولاعبات سبورتنج على يمين حضراتكم. في دور الثمانية الأهلي تأهل على حساب مصر التأمين، فاز عليه 98-34، وفي الدور قبل النهائي فاز على هليوبلس 89-43. أما سبورتنج في دور الثمانية فاز على سموحة 78-69، وفاز على الجزيرة في الدور قبل النهائي 78-69. اللاعبات في انتظار السلام الوطني. بينتهي السلام الوطني المصري، وأحلى بداية للفريقين، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وأحلى بداية لكل المنافسات الرياضية أن تبدأ بالسلام الوطني المصري. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم اللقاء ومجموعة من الصور الفوتوغرافية
من اللاعبين، وشايف كابتن طارق خيري بيسلم على الكابتن محمد محروس المدير الفني لسبورتنج. وزي ما قلت لحضراتكم اهو اللقطات التذكاريه، وطاقم الطاقم الفني للنادي الاهلي توجه للطاقم الفني لسبورتنج لالقاء التحيه عليه. طبعا معروف طبقا للائحه النهائيات دايما بتبقى في القاهره، والتحيات والسلامات ما بين الاجهزه الفنيه وكل اللي بيتفرج علينا، بنقول له كل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه، كل نجوم السله كلهم اصدقاء، ولكن التنافس داخل الملعب، ولكن قبل المباراه وبعد المباراه الكل اصدقاء. ملكات السله بالنادي الاهلي، وصوره تذكاريه تجمع الجهاز الفني باللاعبات. ومن اجمل الذكريات لكل اللاعبات هذه الصور التذكاريه، الجهاز الفني لسبورتنج مع لاعباته. وبالفعل كابتن منى علي اطلقت صفاره، يعني بتقول للاعبات خلاص اجهزني وانزل الملعب. طاقم تحكيم اليوم كابتن منى علي، كابتن نانسي ايمن، وكابتن رنا خالد من الحكمات اللي اثبتوا وجودهم او اثبتنا وجودهم مع لجنه الحكام. فالنهارده لجنه الحكام بتدي طاقم من الانسات للتحكيم ولحظات، وهنبدا مع حضراتكم. لاعبات الاهلي نزل الملعب كده في تسخين، لسه في حاجه بتجهز في الملعب، رجعوا تاني يسخنوا، يبقى لسه بيبتدي تظبيط لوحه الملعب، لوحه الاستاد، صاله الدكتور حسن مصطفى، الصاله اللي استقبلت البال البطوله الافريقيه، من افضل الصالات ومن اجمل الصالات اللي موجوده في مصر، بيتلعب عليها نهائي كاس مصر للسيدات النهارده. وبالفعل الكابتن منى علي بتطلق صفارتها تاني اهي، بتقول للاعبات خلاص يلا. واللوحة الرئيسية اشتغلت أمام حضراتكم اهي، بالفعل كان بيجهزوها. قبل المباراة كان في مباراة هليوبلس والجزيرة على المركز الثالث والرابع، فازت هليوبلس بالمركز الثالث، بنهني هليوبلس. تعليمات من الكابتن محمد محروس لاعباته قبل بدء اللقاء. وقراءة الفاتحة قبل اللقاء من لاعبات سبورتنج. حصل الكابتن محمد محروس بسبورتنج على بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم. وبدأت لاعبات سبورتنج تتوجه لأرض الملعب وفي انتظار لاعبات الأهلي. دينيستي ونور علي وقراءة الفاتحة للاعبات الأهلي والدعاء ببدء المباراة. كل التوفيق لملكات السلة بالأهلي. مرال أشرف وليلي المحترفة، ليليان الكسندر ليلي، وأقول لحضراتكم باقي الفريق، ورنيم الجداوي ونادين السلعاوي. تمام كده يا ريس، وهنبدأ مع حضراتكم.
بسم الله على بركة الله نبدأ المباراة، وكل التوفيق لملكات السلة بالأهلي. وكرة مع النادي الأهلي، وكده تبقى الحيازة اللي جاية لسبورتنج. رنيم وتصويبة من رنيم في سن الحلقة، تاخدها ليلي، تطلع الكرة بره تاني، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية، أول ثلاثية في المباراة من نصيب نادين السلعاوي. ثلاثة الأهلي لشيء سبورتنج. وريم هشام تلعبها لمنار، منار مقفول عليها من رضوى، تلعبها لدينيستي أو بيتس زي ما بيحب بتحب يتقال لها. وكرة أوتسايد لصالح سبورتنج. هاجر هشام وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة على طول للنادي الأهلي. رضوى تلعبها لنادين، ونادين لرنيم لرضوى. رضوى بتعدي تعمل لها ستار، طلع الكرة بره لليلي، وليلي تصوب تصويبة متوسطة ما تنجحش في التسجيل، وتلم الكرة دفاعات سبورتنج، تروح الكرة لمنار لريم، وريم بتعدي وداخلة ريم، داخلة ريم وخطافية عكسية ما تنجحش في التسجيل، تلمها رضوى وبتعدي رضوى، تلعبها لليلي، وليلي داخلة على الباسكت، وخطأ شخصي على هاجر هشام هيستوجب رميتين حرتين. كابتن رنا خالد بتحتسب خطأ شخصي على هاجر هشام رميتين حرتين. في دفع كده بالجسم من الخلف على طول، الكابتن رنا بتحتسب رميتين حرتين. ليلي هتصوب الرمية الحرة الأولى. ما تنجحش في التسجيل، وسيارة في سن الحلقة. هتصوب الرمية الحرة الثانية. بتنجح تسجيلها، أربعة الأهلي لشيء سبورتنج. ريم هشام بتعدي ريم من ناحية اليمين، بتنزل على نص الملعب. ريم قافل عليها مرال، وتصويبة تصويبة بنقطتين بتسجلها بيتس. اتنين سبورتنج، أربعة الأهلي. وكرة مع رنيم تحت الباسكت لليلي، وتلف ليلي توسع نفسها وتسجل باسكت جميل جدا، ترفع النتيجة لستة اتنين. ريم وتصويبة في سن الحلقة من هاجر هشام، تروح الكرة لرنيم، رنيم لنادين، وتصويبة ثلاثية من نادين السلعاوي، الثلاثية الثانية لنادين. تسعة الأهلي اتنين سبورتنج. بيتس تنزل بيتس وتخبط الكورة في ليلي وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح سبورتنج. طب هي كده رجعت من المنطقة الدفاعية، ينفع يبقى معاها 8 ثواني جديدة؟ اه ينفع يبقى معاها 8 ثواني جديدة، ولكن من نفس زمن الهجمة اللي فاضل. ريم هشام داخلة ريم، وتوسع لنفسها ريم، وبتصوب في سن الحلقة، وتلم الكرة نور، وتحاول على الباسكت ولكن تاخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على مرال أشرف. بتصوب الرمية الحرة الأولى، بتنجح في تسجيلها. وتصوب الرمية الحرة الثانية، بتنجح في تسجيلها. خمسة سبورتنج، تسعة الأهلي. رنيم بتعدي رنيم من ناحية الشمال، تلعبها لميرال، وميرال داخلة على الباسكت، داخلة ميرال وخطافية قصيرة بتخبط في الحلقة من تحت، تروح الكورة لرضوى لكن بتخرج بيها خارج الملعب أوت سايد. أوت لسبورتنج، بتطلع الكورة منار، تلعبها لريم، ريم بتعدي نص الملعب،
قافل عليها نادين لنور، الخطأ الشخصي تحتسب الكابتن نانسي ويستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. بيتزا تطلع الكرة تلعبها لريم، ريم بتحاول تعدي بيتقفل عليها، تلعب الكرة لنور ومحاولة على الباسكت ولكن هاجر وتسجل مع آخر ثانية ترفع نتيجة 6 سبورتنج 9 الآن. الكرة مع رضوى لرنيم لرضوى وتصويبة ثلاثية ميرال، ثلاثية ميرال أشرف، 12 الأهلي 6 سبورتنج. ريم هشام وريم تعكس الناحية التانية لهاجر وتصويبة من هاجر، ثلاثية هاجر، ثلاثية هاجر ترفع نتيجة 9 سبورتنج 12 الأهلي. الثلاثيات هتفرق كتير مع الفرقتين. وداخلة رنيم، داخلة رنيم ومحاولة على الباسكت، تروح الكرة لميرال وميرال خطافية عكسية بتخبط في سن الحلقة من فوق، تروح لسبورتنج تاخدها ريم هشام، ريم بتعدي من ناحية الشمال تلعبها لمنار تسقطها لنور لمنار تاني وبتحاول توسع لنفسها، تقطع الكرة تاخدها ليلي واتنين على واحد، ويا سلام يا ليلي يا سلام يا ميرال، على طول بتسجل نقطتين 14-9. الكرة مع سبورتنج ودخول على الباسكت واوت سايد، صوبت خبطت في اللوحة من فوق ونزلت على خط الاوت، تبقى اوت سايد على طول على سبورتنج. بص حضراتكم على طول ليلي لقت على طول ميرال جاية ادتها الكرة طلعت سجلت نقطتين 14-9. رنيم لرضوى لنادين وتصويبة في سن الحلقة عايزة يعني سنتي قدام كمان يا نادين. روح الكرة لريم تعكس الملعب الناحية التانية لهاجر وصراع على الكرة والاحتكام لسهم الحيازة، سهم الحيازة لصالح سبورتنج. بصوا حضراتكم الاحتكام لسهم الحيازه الكابتن نانسي على طول والكره لصالح سبورتنج، يبقى الحيازه الجايه لصالح الاهلي. منار تلعبها الريم لمنار تاني لريم وريم داخله بتوسع لنفسها واوت سايد على ريم. ليلي المحترفه في صفوف الاهلي وفي تغيير، بتخرج منار وبتنزل نورهان فؤاد في سبورتنج. رضوى بتعدي رضوى من ناحيه اليمين تلعبها المرال لرضوى تاني، يا سلام يا مرال يا سلام يا رضوى. ليه بقول يا سلام يا مرال؟ قريتها صح، لقيت قدامها مفيش حد في الديفنس سقطت لها الكره على طول طلعت رضوى سجلت نقطتين 16-9. يعني دايما بنقول الاسيست او المساعده لا تقل اهميه عن اللي بيسجل باسكت. ريم هشام بتسقط الكوره لهاجر والقرار مخالفه المشي بالكوره على هاجر. اهي بتستلم الكوره اهي والقدم اتحركت بالفعل في الاخر خالص، في الاخير خالص اتحركت قدم هاجر ومخالفه المشي بالكره. كابتن طارق والتركيز ومباراه بطوله. رضوى تاني وداخله رضوى تلعبها الليلي ونفس الفكره جميله من مرال ولكن كان قدامها تفنس على طول طلعت الكره او غيرت تفكيرها انها تلعب لليلي ولكن اوت سايد لصالح سبورتنج. بيتس
بتعدي بيتس رايحة ناحية الشمال بيتقفل عليها تلعبها لنور ونور داخلة وبتحاول وبتسجل نقطتين لسبورتنج ترفع النتيجة 11-16. نادين السلعاوي نادين بتسقط الكرة لرنيم وتلعبها لليلي ولكن ما تلحقش الكرة تخرج خارج الملعب أو تصيب. 3 دقايق 40 ثانية على نهاية أحداث الفترة الأولى 16 الأهلي 11 سبورتنج. نهائي كأس مصر موسم 2023-2024 وتعليمات من الكابتن محروس لبيتس. ريم هشام ريم تعمل لها ستار نور تلعبها لهاجر وهاجر بتصوب وتنجح بالتسجيل ترفع النتيجه ل 13 سبورتنج 16 الاهلي. رضوى لميرال لنادين وداخله نادين تتقطع منها الكره اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد من الحد النهائي كابتن نانسي ايمن حكم الدولي المصري. نادين تلعبها رنين ورنين خطافيه بشمالها كده ولكن خارج الملعب اوت سايد. ريم هشام بتعدي نص الملعب ريم تسيبها لبيتس بيتس تحاول تعدي من رضوى قافل عليها رضوى لهاجر طلع الكره الناحيه الثانيه لنور وتصويبه بتدخل جوه وتخرج تاني تاخدها رنيم وهجمه سريعه رنيم وداخل رنيم وتصويبه وبتسجل رنيم نقطتين 18-13. بترد على طول هاجر بنقطتين ترفع نتيجه 15 سبورتنج 18 الاهلي. والكره مع رضوى تلعبها الميرال ناحيه اليمين وخطا الشخصي ولا لمست خط الاوت. كابتن محروس والتركيز تلعبها لها بالفعل لمست الخط واقفه على الخط لمست الخط على طول الكابتن منى علي بتحتسب اوت سايد. تغيير سبورتنج بتنزل اسرار ماجد الكره مع اسرار اسرار بتعدي كده يبقى خرجت ريم هشام اسرار مع الكره تلعبها لهاله مصطفى اللي نزلت هاله وبتسجل نقطتين ترفع نتيجه ل 17-18. ليلي بتعدي ليلي وبتخترق ليلي وداخله وبتحاول وتاخد خطا الشخص يستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح الآلي لصالح ليلي. بتاخد القرار على طول وداخله بالرغم ان في ثلاثه ولكن عندها قوه في الحفاظ على الكوره وماسكه الكوره. تنجح تسجيل رمية الحرة الثانية 20-17. الكرة مع سبورتنج أسرار أسرار ماشية من ناحية الشمال تلعب الكرة لبيتس لأسرار تاني الخطأ الشخصي كابتن منى علي. هيستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. اسرار بتطلع الكره
تلعبها لنورهان، ونورهان داخلة على الباسكت، وهي داخلة بتدوس على خط نهاية الملعب أو تصيد على طول لصالح النادي الأهلي. ليلي تلعب الكرة لميرال، ميرال بتعدي، يا سلام يا ميرال ليلي، وتلف ليلي وتسجل ليلي نقطتين على طول، ترفع النتيجة 22-17. أسرار بيتس تلعب على نوران، نوران داخلة وبتصوب في سن الحلقة، تلم الكرة ليلي على طول تلعبها لنادين، ونادين داخلة على الباسكت، وداخلة نادين، وداخلة نادين، يا سلام يا نادين، يا سلام يا نادين، دخلت يمين وشمال وخطافية عكسية بشمالها، سجلت نقطتين 24-17. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محروس. كده فاضل 46 ثانية. شوفوا حضراتكم الدخول والإعادة. الجيم كله 1-1. من طوال أو من قصيرين 1-1. الكرة هنا هنا هاند أوف، أنا كنت بمرن على إيه؟ هاند أوف إن بتوين مع نورهان، أنا مش قلقان منها إنها تسلم فوق. اتنين، أنا شايف زميلي اتخبط الطويل، عملت إيزي بنفريشن، حطت سلم جلته. ما ينفعش الدوبوتات في الهاند اوف، زميلك لقيت زميلي اتحجز، انا بعمل سويتش على طول كنترول. جميل، طيب من غير، قلنا من غير تنشن، هيد مرال نموذج شمال او يمين، في جاب ان انا ادخل بنتريشن اكسلنت انسايد باص، او اللي رايح يعمل قط وهو بيباصي شايف زميله، انا ما بباصيش وخلاص، الكورتين اللي طلعوا في الاوت دول باد باصي. طيب 1-3-1 اجريسيف، ما رجعش هنا ليلي او هنا تمارا دلوقتي مش بتاعتي، دي بتاعت ده. لو انا معيش حد خش كده، لو انا معيش حد ايوه هنا، مين على الارض اللي هتبص؟ خش نلعب وانش مان، ولعب مان تو مان. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الاهلي. سمعنا تعليمات الكابتن طارق خيري لاعبات الاهلي، من ضمن ما اتكلم اكد على دقة الباصة، لازم الباصة توصل، والناحية التانية شفنا كده الكابتن محروس وهو نازل بيقول لهم تلعبوا مان تو مان، يعني فاضل 52 ثانية هنشوف ايه التعليمات هينفذوا ايه الفرقتين، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. 24 الاهلي 17 سبورتنج و52 ثانية، والكورة مع اسرار، واسرار بتعدي تطلع الكورة بره، تاخدها على طول هالة لأسرار تاني، وخطأ شخصي على رنيم الجداوي، خطأ شخصي على رنيم. كابتن نانسي أيمن بتقول في دفع من الخلف. 30 ثانية فوق اهو احنا شايفينها، والكرة نقطتين لهالة. تسعتاشر 24 24 الاهلي 19 سبورتنج، الكرة مع مرال، بتعدي مرال تلعبها لرنيم، ويا سلام يا رنيم داخلة بخطافية بشمالها كده بتسجل نقطتين، وبتنتهي احداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 26-19. دقيقتين هنتابع كده تعليمات المدربين ونشوف الإعداد ونرجع لحضراتكم مع احداث الفترة التانية. اللي وراه اللي في الانسايد يعني،
كلها تحرك مع بعض، يعني كان في كورونا رنيم احنا قلنا هيجي وترجع عمل الدبل تيم، في بني ادم هنا اثنين ثلاثه هاجر هنا، ده اوفر بلاي على هاجر، بسيب اخر واحد مش اللي في النص، هي الامان جت لي فحتى لو رنيم طلعت طلع على ستيد ما تتباصاش، لانه لو اتباصت وعدت بقى 4 على 3 او 3 على 2 تمام. مع اسرار احنا قلنا اي تراب بنعمله ان تايمنج لازم اللي ضاغط على الكوره ضاغط وموجهه، يعني حتى لو راحت لبيتسي يعني مثلا هنا ضاغط هنا بصيتها بدري ما اروحش اعمل اكس انزل خطوه هنا ده ضاغط عليه واديه على البيز لاين خطوه خطوه اثنين تتباصى جري سبرنتات كلنا بنلعب زوم منطقة لازم نطبق ادي الكول whatever the call is let's run it whatever they play whatever they play position التركيز هو اللي احنا هنا كام باك دلوقتي عودة مشاهدينا الأعزاء إلى ملعب المباراة وأحداث الفترة الثانية من لقاء الأهلي وسبورتنج نهائي كأس مصر الكرة مع النادي الأهلي. مرال انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 26-19. تمارا لمرال تحت الباسكت لرنيم نقطتين وخطأ شخصي ورمية حرة إضافية. سمعنا التعليمات بين الفترتين والحماس اللي كابتن طارق كده بيمدوا للاعبات عشان ينزلوا الملعب يحققوا الفوز ان شاء الله. الاهلي حامل اللقب طبعا بيدافع عن لقبه ودخول لسبورتنج وباصة جميلة من ريم هشام لهالة مصطفى بتسجل منها نقطتين. تعودنا دايما في غلط الاهلي الكرة حلوة ما نقدرش نقول عليها غير حلوة. مرال ونفس الكرة من مرال لرنيم ولكن بتقطعها هالة خارج الملعب اوتسايد. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اشوف حضراتكم ولكن اتقفل عليها على طول وطلعت الكره بره هنا. بتتقطع الكره تاخدها على طول ريم هشام. ريم سقط لهاجر وخطا الشخصي على تمارا لصالح هاجر هيستوجب رميتين حرتين. تصوب هاجر الرميه الحره الاولى. تنجح تسجيل الرميه الحره الاولى 22-29. تنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه 23-29. رنين مرال بتعدي مرال نص الملعب تلعبها لتمارا ناحيه اليمين لرنيم ناحيه الشمال لفريده وتصويبه ونقطتين لصالح الاهلي 31-23. ريم هشام تاخدها هاله تلعبها لهاجر ودخول من هاجر ونقطتين لسبورتنج 25-31. لفت هاجر على طول خدت الديفنس في ظهرها وطلعت سجلت نقطتين. مرال بتعدي مرال تلعبها لفريدة لرنيم وتصويبة في سن الحلقة من فوق تروح الكرة على طول سبورتنج. أسرار أسرار ماجد ناحية الشمال داخلة أسرار ترجع تاني بكرتها تلعبها لريم هشام في نص الملعب.
كريم مقفول عليها وتصويبه من هاجر ما تنجحش في التسجيل. تلم الكره على طول فريده وباصه ولكن مقطوعه لصالح سبورتنج وبيتس تلعبها طويله خارج الملعب اوت سايد. الكره تقريبا لمست نادين وهي خارجه اوت سايد لصالح سبورتنج. بيتسا طلع الكره تقطع كوره رنيم لتمارا لفريده وداخل على الباسكت ونقطتين عفوا دي ميرال اشرف بتسجل ميرال على طول نقطتين ترفع نتيجه 33-25. ريم اسرار داخل اسرار وتصويبه وخطا شخصي كابتن رنا خالد بتحتسب ويستوجب رميتين حرتين. وتخرج هاجر هشام وبتنزل نادين ياسر. تصوب اسرار الرميه الحره الثانيه تنجح تسجيلها 26-33. تقريبا في تغيير نادين السلعاوي بتخرج وبتنزل دينا عمرو كابتن فريق النادي الاهلي. ميرال لرنيم رنيم لميرال ثاني ناحيه الشمال دينا ميرال لرنيم دينا وتمارا وتصويبه بعيد عن الحلقه يا تمارا تروح الكره على طول لريم هشام. ريم بتعكس الملعب خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محروس كابتن محمد محروس مدير الفني لسبورتنج. نسمع مع حضراتكم كده التعليمات ونشوف الاثنين مدربين هيقولوا ايه. القطري صح باصي باصي لتمارا جود بوزيشن لو هي جايه هنا كده كده ميرال اميل هنا يعني اول ما تباص هنا ميل هنا والقطر هنا دينا وفريده هنا لو بالشكل ده تمارا ميرال انسايد باص عامله ازاي؟ طبعا لو اوبن من الاول اوكي لو انا اوبن شوت تمام راحت لميرال انسايد شوت راحت لفريده ما عندناش ازمه تمام؟ بهدوء تيرن اوفر لا ارجوكي ركزي مع هاد ما ينفعش نوقف ناس وقلنا ناس ما ينفعش هاجر تاخد ايزي اوبن 1 تمام؟ جود جوب ما دخلوش في الجيم يا جماعه يلا يلعبونا جوه الزون ما عدا بيتس يعني وهي طالعه تاخد داون سكرين تستلمها والعب شيست مش عايز استيل الكوره. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي. لاعبات نزلنا ارض الملعب ميرال طلع الكرة لدينا الميرال فريدة لرنيم وتصويبة في سن الحلقة تروح الكرة لنور تلعب الأسرار بتعدي الناحية الثانية مقفول على أسرار ودخول على الباسكت ومحاولة ونقطتين لصالح سبورتنج تنجح تسجيلهم ريم هشام. رنيم ما تلحقش تسيطر على الكورة فريدة تطلع الكورة اوت سايد لصالح سبورتنج. أسرار ماجد
في نص الملعب، قفل عليها مرال، تلعبها البيتس ناحيه الشمال، بيتس بيتقفل عليها وتتقطع الكوره، تاخدها رنيم، رنيم لمرال، مرال بتعدي تقف على كورتها وتسقطها على طول لتمارا، ولكن القرار احتسبت مخالفه المشي بالكوره، هي بتستلم الكوره طبعا. هنشوفها كده مع حضراتكم. يعني هو دايما بنقول لا كلام على قرارات الحكام، ونقطتين للخطأ الشخصي هلا مصطفى. ولكن الصورة ما بتتكلم، كلنا بنتعلم. ورمية حرة إضافية. هتصوب الرمية الإضافية. تنجح في تسجيلها، شايف ليلي نزلت. 33-31. الكرة مع دينا، تلعبها رنيم. رنيم لدينا تاني. سبورتنج بيلعب مان. لليلي وتصويبة في سن الحلقة من الجنب. تروح الكرة لسبورتنج، ريم هشام. ريم مقفول عليها من المورال. تلف الناحية التانية لأسرار وتصويبة ثلاثية أسرار. الثلاثية التانية لسبورتنج، الأولى كانت من نصيب هاجر والتانية من نصيب أسرار ماجد. والأهلي عنده ثلاث ثلاثيات، مرال واثنين نادين. 34 سبورتنج، 33 الأهلي. تتقطع الكورة ودخول، وأسرار داخلة على الباسكت وبتسجل نقطتين، ترفع نتيجة 36-33. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري المدير الفني للاهلي. تعالوا كده مع حضراتكم نسمع التعليمات ونشوف ايه اللي هيقوله الكابتن طارق للاعبين. انتهى الوقت المستقطع. اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، عشاق كره السله ومشاهدي ومحبي السله المصريه في الوطن العربي الكبير، والكره مع النادي الاهلي. نادين، روح الكره لفريده، لرنيم. فريده تلعبها المرال في نص الملعب لرنيم، وخطأ الشخصي على أسرار ماجد. هيستوعب بتخيل الكرة من الحد الجانبي، كابتن منى علي مشاورة كده على الحد الجانبي. مرال هتطلع الكرة، تلعبها لنادين. نادين لرنيم،
لفريده تعكس لليلي لرنيم تحت الباسكت وتصويبه بتخبط في سن الحلقه تروح لسبورتنج تاخدها ريم. ريم بتهدي ملعبها تلعبها ناحيه الشمال ودخول على الباسكت ولكن بتشيلها ليلي. بتشيلها الهاله مصطفى الداخله عايزه تعملها عكسيه ولكن بصوا حضراتكم ليلي اهي زي ما الكتاب بيقول ايديها على الكوره وبتشيل الكوره. ريم واوتسايد وانتهت زمن الهجمه بالفعل كابتن مولا علي اهي بتحسب بتحتسب مخالفه زمن الهجمه والكرة لصالح النادي الاهلي. نادين هتطلع الكرة تلعبها لميرال. ميرال لنادين تاني. ليلي لميرال في نص الملعب. ميرال ليلي بتطلع لها جنبها تلعبها لنادين. نادين بتوسع نفسها وبتحاول تلم كرتها تاني تلعبها لليلي. وميرال وتصويبه في سن الحلقه بتطلع فوق. ورنيم يا سلام يا رنيم رايقه رنيم كده بتلف الكره كده على طول ما شاء الله عليها بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 35 الاهلي 36 سبورتنج. تقطع الكره رنيم وخطا الشخصي ورنيم بتقول سلوك الرياضي لان بدايه هجمه هنشوف الكابتن منى علي هتقول ايه. بتقول خطا شخصي عادي وفي كلام اهو بتقول لهم لا يعني هي خدت الكره اهو. خطأ الشخصي من الحد الجانبي. رضوى تطلع الكرة لنادين لرضوى سقط الكرة الفريدة لنادين وتصويبة في سن الحلقة وليلي خطأ الشخصي على ليلي. خطأ الشخص على ليلي الزوجي بيدخل الكرة من الحد الجانبي. بيتسا طلع الكرة ودخول على الباسكت ونقطتين نورهان بتنجح تسجيلهم ترفع النتيجة 38-35. ليلي فريدة تلعبها ليلي وداخلة ليلي وخطأ الشخصي قبل التصويب هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. دقيقتين و40 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثانية 38 سبورتنج 35 الأهلي. مباراة صعب التكهن من يفوز بيها الأهلي حامل اللقب سبورتنج بطل افريقيا ولكن كل امنيات الجالسين امام الشاشه الحمراء وثلاثيه ثلاثيه للنادي الاهلي 38-38 بتحرزها فريده وائل. كل المتابعين امام الشاشه الحمراء مع ملكات السله بالاهلي. بيتس ودخول على الباسكت وبتخبط الكوره في دفاع الاهلي وتخرج خارج الملعب اوت سايد. ريم هشام تطلع الكوره خبطت الكوره في يارا اسامه ومحاوله على الباسكت لما نور وبتدوس على خط نهايه الملعب نور وهي بتحاول تعدي اوت سايد لصالح الاهلي. رضوى تلعبها لفريده وفريده عايزه تلعبها مرتده لرضوى بتخبط في قدم ريم هشام وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رضوى تطلع الكرة فريدة
رنيم لرضوى تعكس ليارة في نص الملعب وتصويبة في سن الحلقة من فريدة تروح ليه رنيم ويا سلام يا رنيم تلعبها ليارة ولكن ما تنجحش في التسجيل وتخرج الكرة خارج الملعب أوتسايد أوت لصالح سبورتينج. هنا رنيم بيتكلم كابتن رانا خالد من حق اللاعب لو حس بحاجة أو شاف حاجة ما اتحسبتش إن هو كده بأسلوب حلو بيكلم الحكم يقول له مثلا أنا بتزق أنا بتشد فده أمر طبيعي يعني. بيتس تحت الباسكت لنور داخلة لوحدها كده على طول بتسجل نقطتين 40 سبورتنج 38 الأهلي. رنيم رضوى لرنيم تاني رنيم بتعدي وداخلة رنيم وبتصوب رنيم ما تنجحش في التسجيل ومحاولة لم الكرة تروح للنادي الأهلي. رضوى رضوى عايزة ستار تطلع لها يارا ولكن بتعدي من الناحية التانية بتعمل معاها ريم هشام خطأ شخصي. هنشوف هل هيستوجب رميتين حرتين ولا لسه ده الخطأ الشخصي. لا هيستوجب رميتين حرتين كده يبقى سبورتنج ارتكب أكتر من 4 أخطاء شخصية. تصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح التسجيل 39-40. تصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح بالتسجيل 40-40. وقت مستقطع وهنسمع مع حضراتكم كده التعليمات ونشوف الاثنين مدربين هيقولوا ايه ونستمتع ببعض الإعادات من إخراجنا المتميز. كلنا قريبين من بيتس يعني مثلا بيتس واقفه هنا والكره هنا انا مايل ناحيتها ما وصلهاش الكره هنا وبيتس فوق وانا المفروض ابقى هنا ابقى خطوه خليني ذكي رجاله السكرين 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 في الزون 2 3 سايت رجاله انت لازم تعمل اللي جاي انت مالك شهود وحش انتهى الوقت المستقطع وشفنا في المقصوره دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله والمهندس محمد عبد المطلب النائب السابق للاتحاد ومدير المحترفين وكان الكابتن خالد مرتجي امين الصندوق للنادي الاهلي والكابتن طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي موجودين في المقصوره وبيتابعوا وان شاء الله باذن الله كده نهنيهم باذن الله بعد اللقاء بكاس مصر ان شاء الله. نقطتين لسبورتنج 42-40 وخطأ شخصي ورمية حرة إضافية. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية نور عالي 43-40 ورضوى تلعبها الفريدة ترجع الكرة تاني الفريدة لرضوى في نص الملعب لرنيم رضوى لرنيم تاني وتعدي رنيم وتلعبها ولكن بتلمسها كده يارا في الاخر ما تعرفش تمسكها تخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح سبورتنج.
ومحاولة على الباسكت. وبتنتهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم سبورتنج 43-40 النادي الأهلي. استراحة قصيرة على أن أعود لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني بفترتي. كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام. مشاهدينا الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي، دكتور وائل أبو العزم أحييكم. وأحداث الفترة الثالثة والرابعة والشوط الثاني من المباراة الهامة، مباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024. أفكر حضراتكم بسرعة كده بتشكيل الفريقين، فريقي الاهلي وسبورتنج بيمثل الاهلي هنا حتحوت، ميرال اشرف، نادين السلعاوي، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، ليلي، تمارا نادر، السيد حبيبه محمد، بيكو، يرى، اسامه، جيده، خالد. اما سبورتنج بيمثله ايه خالد، ريم، هشام، بيتس، منار، ايهاب، نور الله، علي، ندى، منير، اسرار، ماجد، نورهان، فؤاد، نادين، ياسر، هاجر، هشام، عائشه، سالم، هاله، مصطفى. ويحكم لقاء اليوم الكباتن كابتن منى علي، نانسي، ايمن، رنا، خالد. ويراقب المباراه الكابتن احمد الفلكي رئيس لجنه الحكام الرئيسيه. على الطاوله سلمى عبد العال، نور رضا، محمد تمرك، مصطفى مجدي، وعلى جهاز الاي ار اس كابتن محمد حلمي. اللي لسه بيتابعنا بنقول له انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم النادي الاهلي 26-19، والفتره الثانيه والشوط الاول انتهى بتقدم سبورتنج 43-40. تنوع أداء فريق الأهلي ما بين ألمان والزون، والتعليمات من الكابتن طارق خيري قبل لحظات من بداية الفترة الثالثة. نشوف إيه التعليمات اللي بيقولها، نسمعها كده مع حضراتكم بسرعة، ونشوف إيه التعليمات الأخيرة قبل بدء الفترة الثالثة. ممكن أنا عشان قطر تمام؟ قطر الثانية قط، برجع الكورة، ميران باجي فلاش على الالبو داون سكرين، يانا يانا يعمل وان هنا او داون سكرين شوطه او رنين لو عمل سويت. يلا يا جماعه يلا يلا زي ما حضراتكم شايفين المهندس خالد مرتجع من صندوق النادي الاهلي متواجد في المقصوره الرئيسيه. وتعليمات الكابتن طارق خيري لاعباته على الاختراق والتصويب وبجمل هنشوف هيتنفذ ازاي وهنتابع مع حضراتكم. واللاعبات بدأنا في النزول لأرض الملعب. الاهلي على يسار حضراتكم، يلا يا اهلي، وسبورتنج على يمين حضراتكم. حيازه السبورتنج، يبقى الحيازه الجايه للاهلي ان شاء الله. ونبدا احداث الفتره الثالثه مع حضراتكم. والكرة مع أسرار، أسرار قافلة عليها نادين، واضح كده التعليمات من الكابتن طارق مان تو مان. تروح الكرة المنار لهاجر، ومحاولة على التصويب وخطأ شخصي كابتن منى علي بتحتسبه على رنيم الجداوي، هيستوجب رميتين حرتين. شوف كده كان في تداخل مع رميم، بتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح تسجيلها 44-40.
وبتنجح تسجيل رمية الحرة الثانية 45-40. ميرال رايح على نادين رنيم، تلعبها لنادين، ونادين بتعدي تعكس الملعب لميرال، وميرال تلعبها لفريده وتصويبه في سن الحلقه من فريده، تروح الكره لاسرار ماجد، اسرار بتعدي على طول تلعبها لبيتس، بيتس بتقول لهاجر تنزل على الزون، تلعبها لهاجر وتحاول وخطا شخصي لصالح هاله هيستوجب رميتين حرتين، خطا شخصي على رضوى هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح تسجيلها 46-40. وبتنجح تسجيل رمية الحرة الثانية 47-40. رضوى بتعد رضوى من ناحية اليمين وخطأ الشخصي على منار إيهاب. هتطلع رضوى الكورة تلعبها لفريدة، فريدة لرضوى تاني في نص الملعب، تلعبها الرنيم، رنيم تتعكس الكرة الناحية التانية لفريدة، فريدة عايزة تدي الكرة لنادين تخرج خارج الملعب، تتقطع وخارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رضوى نادين بتعدي نادين طلعها بره الفريدة، وفريدة داخلة على الباسكت وداخلة فريدة ما تنجحش في التسجيل، وصراع على الكرة والقرار ايه؟ القرار لاحتكام لسام الحيازه لصالح النادي الاهلي. كابتن نانسي ايمن على طول بتحتكم لسام الحيازه، بتفض الاشتباك والاحتكام لسام الحيازه. رضوى تطلع الكوره. تلعبها في نص الملعب وتصويبه في سن الحلقه وبتجدد زمن الهجمه ولكن بتخرج خارج الملعب اوت سايد. كان فاضل ثانية على طول هي لعبت الكرة وصوبت على طول عشان زمن الهجمة وبتلمس الحلقة ولكن بتخرج خارج الملعب اوت سايد. أسرار قافلة عليها نادين، بتعدي أسرار من ناحية اليمين، بتنادي بيتس تعمل لها ستار ولكن بيتس بتنزل على نص الملعب، تلعبها لهالة، هالة لهاجر، وهاجر داخلة على الباسكت تنجحش في التسجيل، تلمها هاله وتصويبه في سن الحلقه، تروح الكوره لمنار ومنار داخله ولكن في سن الحلقه من جوه، وتخرج تاني تروح لرنيم، رنيم لنادين، وداخله نادين تعكس الملعب لرضوى، وكابتن منى علي هنا بيتس ملهاش انها تروح للحكم وتقول لها اديله خطا فني، لان هنا ممكن الحكم المنافس لبيتس معاقب بيتس. يعني دايما بنقول للاعبينا بغض النظر ان ده سبورتنج او اي فرقه تانية، بنقول لناشئينا اللي بيتفرجوا علينا، الكبار احنا خلاص ما بنقولهمش هم حاجه، انما ناشئينا اللي بيتفرجوا علينا ما ينفعش الحكم ياخد قرار للاعب وبيكلمه ويجي لعيب الخصم يقول له اديله خطا فني، لان ممكن في الحاله دي يلاقي الحكم اداله هو خطا فني لانه بيتدخل في قرار الحكم. اسرار دخل اسرار وفي سن الحلقه تروح الكره لرنيم، رنيم دخل رنيم و تتقطع منها الكره وهجمه مرتده واسرار لوحدها على الحلقه وبتسجل نقطتين 49-40. يعني دايما لما بندي ملحوظه بنديها لناشئينا مش للعيبه اللي داخل الملعب. تصويبه في سن الحلقه تروح لبيتس، بيتس بتعدي تقف على كورتها تلعبها لاسرار، تتقطع الكوره تاخدها ميرال وبتكمل ميرال، وداخله ميرال ومعاها بيتس وخطه فيه عكسيه في سن الحلقه تروح لهاجر،
هاجر تلعبها لبيتس. بيتس بتحاول توسع لنفسها ومحاولة على الباسكت بتنجح انها تسجل نقطتين هالة ترفع النتيجة 51-40. نادين وتصويبة ثلاثية ثلاثية بتنجح تسجيلها مرال ترفع النتيجة 43-51. شوفوا حضراتكم ثلاثية 43-51. محاولة على الباسكت تروح الكرة لمرال ومرال بتعدي ومعاها نادين ناحية الشمال بالفعل بتلعب لنادين وداخل نادين هات وخد طلع الكرة بره الرنين تقطعها ولكن ترجع لنادين وتصوب بعيد عن الحلقة تروح لسبورتنج أسرار بتهدي ملعبها أسرار بتعدي نص الملعب لهالة ولكن تتقطع الكرة تاخدها هاجر تلعبها لهالة تروح الكرة لمنار وتصويبة من منار في سن الحلق وخطأ الشخصي على بيتس خطأ الشخصي على بيتس نادين خارجة ونشوف مين اللي نازل وبيتس برضو خارجة ومنار نزلت ريمي شام في سبورتينج نزلت نورهان فؤاد وداخلة مرال تقطع الكرة تروح الكرة لريم ريم قفل عليها رضوى تحاول تعدي ولكن اتقفل عليها بتلعب الكرة بره لهاجر وتصويبة طويلة من نورهان تروح الكرة لفريدة ودخول على الباسكت من ميرال بتنجح انها تسجل نقطتين ترفع نتيجة 45-51 ريم هشام وثمان ثواني بتنجح رضوى انها تقفل عليها ما تخليهاش تعدي نص الملعب خلال الثمان ثواني طبعا رمت الكره بره كده هي بتلوم نفسها ولكن كابتن نانسي ايمن بتديها تعليمات بتقول لها بعد الصفاره سيب الكره هنا زمن الهجمه هيبقى 14 ثانيه ورضوى تطلع الكره تلعبها لفريدة وفريدة لرضوى تاني في نص الملعب لرنيم لرضوى وفضل 4 ثواني تحت الباسكت لليلي طلع بره وبتنتهي زمن الهجمة قبل ما بتصوب رنيم يعني لو كانوا 70 كانوا عرفوا ان في 14 ثانية بس زمن الهجمة اي استحواذ على الكرة من المنطقة الامامية في مخالفة بيبقى بزمن هجمة 14 ثانية يعني الكرة مع الفرقة الثانية ومجرد ما ترتكب مخالفة في منتصف الملعب الفرقة بتاخد الكرة على طول بزمن هجمة 14 ثانية لازم اللعيبة كلهم يبقوا واخدين بالهم من النقطة دي أسرار تلعبها الهالة هالة لنوران أسرار وتصويبة في سن الحلقة خطأ الشخصي على رنيم خطأ الشخصي على رنيم كابتن رنا خالد هيستوجب رميتين حرتين رميتين حرتين دايما بنقول ايه طول ما الصوره بتتكلم احنا بنتعلم
بتصوب الرمية الحرة الأولى ما بتنجحش في التسجيل. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية. ده كده في الثالثة، يبقى الرمية الأولى عادتها 52 5 53 45. رضوى داخلة، رضوى على الباسكت وخطأ الشخصي على ريم هشام. خطأ شخصي، بصوا حضراتكم التحمت معاه على طول ريم هشام. خطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. ميرال رضوى لميرال تاني، وميرال عايزة تعدي وداخلة ميرال وبتصوب وتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على نورهان فؤاد هيستوجب رميتين حرتين. حاجة جميلة إخراج قناة النادي الأهلي المميز، بيجيب لنا الحكام وقراراتهم على طول، بيوضح لنا إيه اللي حصل في الملعب. ليهم التحية. بتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى ميرال 46-53. تنجحش في تسجيل الرمية الثانية، وصراع على الكرة ولكن تروح الكرة لريم، بتعدي نص الملعب ريم، بتقفل عليها ميرال، تلعب الكرة الأسرار لنورهان، نورهان بتعدي تروح الكرة لنور، نور لأسرار وتصويبة من أسرار بعيد عن الحلقة خارج الملعب، أوتسايد لصالح النادي الأهلي. فريدة هتطلع الكرة، تلعب الرضوى، رضوى الفريدة لرضوى تاني، بتعدي نص الملعب لميرال وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لهاجر تلعبها لريم، ريم بتعدي نص الملعب في نص ملعب النادي الأهلي، وداخلة ريم، داخلة ريم وخطافية عكسية قصيرة ولكن بتدخل هاجر لوحدها بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 55-46. ميرال لرنيم، ورنيم بتصوب تصويبة متوسطة ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لسبورتنج، ريم هشام، نورهان، ونورهان بتلف وتلعبها أرضية لنور اللي بتاخد الكرة وتسجل نقطتين ترفع النتيجة 57-46. رضوى لرنيم، وداخل لرنيم وبتصوب في سن الحلقة، بتقطع الكرة تروح لسبورتنج، أسرار بتعدي أسرار نص الملعب، تروح الكرة لنورهان، ونورهان بتصوب في سن الحلقة تلمها رنيم، ورنيم تلعبها الرضوى لرنيم تاني، وداخل رنيم، داخل رنيم وتصويبة وخطأ الشخصي برميتين حرتين. لعيبة فايتر رنيم، مقاتلة ما شاء الله عليها، يعني من اللاعبات اللي بتلعب بكل جوارحها بصراحة داخل الملعب. رميتين حرتين لرنيم، طبعا بتاخد نفسها، فكت كده الرباط وبتلقط نفسها، بتقول للكابتن نانسي بس اربط الرباط واقوم، تنزل مجهود طوال المباراه. هتصوب الرميه الحره الاولى رنيم،
في تغيير، هنشوف مين اللي هينزل. والرمية الحرة الأولى الرنين بتنجح في تسجيلها 47-57. هتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح في تسجيلها 48-57. الكرة مع سبورتنج ريمي هشام، ريم خرجت، رنيم بيريحها كابتن طارق لان باين طبعا تبذل مجهود قلت لحضراتكم كبير، ودخول على الباسكت ونقطتين بتنجح في تسجيلهم ميرال اشرف 50-57. بتبذل مجهود ميرال فخرجها الكابتن طارق، تريح والف سلامه. سلامات مين اللي في الارض؟ تمارا بتطمن عليها، وزي ما قلنا قبل كده كل اللاعبات وكل اللاعبين اصدقاء. ريم هشام بنقول لها سلامات يا ريم، لاعبه مميزه في صفوف سبورتنج ريم هشام، وبتقوم سلامات يا ريم. وكرة باسكت لصالح الآلي، تطلع الكرة يعني اوت لصالح سبورتنج. طبعا مستنيين كده بيطمنوا عليها الحكام، وهنا لو نزل لها كده حد يبقى خلاص هيتم تغييرها. قاعد التاني مش قادره، نقول لها سلامات. سلامات يا ريم. كابتن جانيت المدير الاداري لسبورتنج ايمن تطمن، تاريخ كبير كابتن جانيت مع سبورتنج. خارجه مع لاعبات الاهلي ولاعبات سبورتنج، ان شاء الله تبقى بخير وتكمل الفتره الرابعه على خير. زي ما قلنا لحضراتكم التنافس داخل الملعب كل بيسعى انه يكسب، ولكن في النهايه بتستمر الصداقه وبتستمر المحبه بين عشاق كره السله واسره كره السله من الاسكندريه لاسوان. هي داخله ريما اهي، يعني من الحمد لله ما فيش احتكاك ولا حاجه. ليلي قاعده مطرحه، حتى ليلي بتقول انا ما عملتش حاجه. ولكن مباراه كاس، الكل بيبذل مجهود، كله طمعان في الكاس، وده حق مشروع لكلا الفريقين. الاهلي حامل اللقب عايز يحافظ على لقبه، سبورتنج بطل افريقيا عايز يضيف لنفسه بطوله، كل بيسعى. ولكن في النهاية كل الأمان الطيبة كعشاق لكرة السلة ومشاهدي قناة الأهلي للفريق الأحمر، وأكيد طبعا أبناء سبورتنج بيتمنوا لسبورتنج التوفيق. زي ما قلت لحضراتكم كل فريق له مشجعين وله مريديه بيتمنوا له الفوز، وفي النهاية احنا بنتابع مع حضراتكم الكرة مع سبورتنج. أسرار تلعبها لنورهان لبيتس، بيتس تلعبها لنور، وداخله نور وخطه فيا ونقطتين وخطا شخصي ورميه حره اضافيه. 59 سبورتنج 50 الاهلي، رميه حره اضافيه لنور علي. سن الحلقة تلمها على طول ميرال،
وتعدي مرال، ولكن خطأ الشخصي على نور. تحجزها وهي معدية كده بذكاء وبترفع ايديها بتحجزها بجسمها. خطأ الشخصي على نور. هل في رميتين حرتين؟ في أربع أخطاء شخصية. لو في أربع أخطاء شخصية زي ما قلنا قبل كده، إن بيبقى في حالة الدريبل في حالة المحاورة، لو خطأ الشخصي على المدافع في حالة المحاورة رميتين حرتين على طول لو ارتكب فريقه أربع أخطاء شخصية، لأن في حالات خاصة حالات التصويب بيبقى كل حالة طبقا لحالتها، يعني بيصوب بثلاث رميات وخطأ الشخصي بياخد ثلاث رميات، أو بيصوب بثلاث نقاط، أو اللي بيصوب بنقطتين بياخد رميتين، أو لو أصابها بياخد رمية حرة إضافية. بتنجح مرال إنها تسجل الرميتين الحرتين 52-59. وأسرار قفل عليها مرال، تلعب الكورة لهاجر، وهاجر ما تسيطرش على نفسها وتقع وتروح الكرة للآلي. مرال وهجمة سريعة وتحت الباسكت طويلة على فريدة خارج الملعب، أوت سايد. فكرتها حلوة لكن جت سريعة وقوية على فريدة خارج الملعب، أوت سايد. بس حضراتكم ايه، هاجر بتقع الكوره بتتخطف على طول بياخدها الاهلي، ولكن بنرجع للملعب. بيتس بتصوب، بيتس قصيره وبتحاول نور وبتنتهي احداث الفتره الثالثه بتقدم سبورتنج 59-52 الاهلي. هنتابع مع حضراتكم كده المدربين هيقولوا ايه في الدقيقتين دول، ونرجع لحضراتكم لاحداث الفتره الرابعه. انا بقول في محاضره ومن بقالي يومين ثلاثه ريدنج مين بيشوط ومين ما بيشوطش. هيد او لاين سكرين اند بول بيجي معايا نور علي طلعت، يبقى ده كات ميس ماتش رنيم او ليلي مع سين بقى اسرار اللي موجود في الملعب، تمام؟ من غير استعجال، تمام؟ لما يحصل بنتريشن يبقى لازم الناس كلها دروب بوكس اوت، مش دروب الناس تيجي تلم الكره تحطها. حرام، احنا تعبانين على الشغل والمستيكس. لو في تايم احنا بنلعب هيد عشان بس قبليها مش فجأة. ده لازم يجي على ستيل، هيحط ليه رجاله الهجمه ديت لازم نجيبها باسكت على مهلنا. ومع احداث الفتره الرابعه مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه النادي الاهلي، ونبدا مع حضراتكم والكوره مع سبورتنج. اسرار هتطلع الكوره، وسمعنا التعليمات كابتن طارق خيري كلم تعليمات بين الفترتين على اهميه الاختراقات والبوكسنج اوت اثناء الدفاع. والكوره مع بيتس بتلعبها ناحيه اليمين لاسرار، اسرار بتلف الناحيه الثانيه تلعبها لنور تحت الباسكت، ومحاوله تلمها رنيم لليلي، وليلي داخله على الباسكت تلعبها لفريده تاخدها تاني ليلي، ليلي لنادين لرنيم وتصويبه ثلاثيه رنيم الجداوي. يا سلام يا رنيم، 55-59
بتصحصح الكل كده رنين بالثلاثيه بتاعتها. بصوا حضراتكم في الاعاده على طول اهي ثلاثيه ولا اروع. الكره مع الاهلي فريده وتصويبه من فريده في سن الحلقه. تروح الكره لبيتس، بيتس الاسرار تلعبها لهاجر لبيتس ناحيه اليمين، قفل عليها نادين، لهاجر تاني بتقفل عليها رنيم وبتحاول تمنحها ولكن بتنجح انها تسجل نقطتين 61-55. ميرال بتسقطها حلوه قوي الليلي تحت الباسكت ولكن بتمسكها بطراطيف صوابعها، ما تعرفش على طول تلعبها على طول على الباسكت. تحاول نادين على الباسكت ولكن تروح لنورهان من سبورتنج تديها لاسرار. اسرار بتهدي ملعبها، تلعبها لنور وتتقطع الكره لكن تروح لاسرار تاني لنورهان ومحاوله ولكن خطا الشخص يستوجب رميتين حرتين. كابتن رنا خالد بتحتسب خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هاجر هتخرج من سبورتنج وبتنزل هاله مصطفى. هتصوب الرميه الحره الاولى نورهان تنجح في التسجيل. هتصوب الرميه الحره الثانيه تنجح في التسجيل 63-55. الكره مع ميرال بتشاور لها رنين كده بالخطه، بتعكس الملعب الناحيه الثانيه لرنيم تحت الباسكت وتلف رنيم وخطه فيها. يا سلام يا رنيم، يا سلام يا ميرال، لما الكره بتتبصى حلو بتتسجل حلو. 57-63 والكره مع نورهان ومحاوله لقطع الكره والاحتكام لسام الحيازه، سام الحيازه لصالح النادي الاهلي. رنيم ميرال بتعدي ميرال تعمل لها ستار رنين، تلعبها رنين واحد على واحد وتلف رنين واوت سايد، بتخبط الكره في ايدها هاله مصطفى وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تلعبها على طول لفريده، على طول بتطلع فريده ما بتستناش وبتسجل نقطتين 59-63. بيتس بتعدي، بيتس تلعبها لهاله لنورهان لاسرار، اسرار لنور قافل عليها ليلي، تلعبها لنورهان بتصوب بتنجح انها تسجل نقطتين 65-59. ميرال على قوس الثلاثية تلعبها لرنيم اللي بتصوب في سن الحلقة، ترجع الكرة تاني لميرال هتجرب حظها ميرال وتصويبة في سن الحلقة من جوه تاني لميرال. ميرال لنادين ويلا يا نادين ليلي اللي بتدخل وبتسجل نقطتين وبتاخد خطأ الشخص يستوجب رمية حرة إضافية 61-65 ورمية حرة إضافية لليلي من النادي الاهلي. قطع شخصي على نور علي وبتنزل هاجر وبتنجح ليلي انها تسجل رميه الحره الاضافيه 62-65. هاجر ترجع الكرة المنطقة الدفاعية باك زون، طبعا هنا لازم تطلع قدام
خطوه، ما ينفعش انها تلعب الكوره هنا او هنا، لازم تلعبها في المنطقه الاماميه الا اذا اعتبرت ان الكره اوت سايد مش باك زون. هو كده اعتبرتها اوت سايد مش باك زون، وكده المفروض زمن الهجمه 24 ثانيه لانها لعبت من المنطقه الدفاعيه. تحت الباسكت رنيم وبتسجل نقطتين ترفع نتيجه 64-65. وقطع على المهاجم على بيتس، بتدفع فريده وائل وبتحصل على خطا على المهاجم، هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي بزمن هجمه 14 ثانيه. بصوا حضراتكم بتروح على اليمين كده وبتدفع فريده وائل. فريده ليلي، فريده تاني لميرال، وداخله ميرال تقع منها الكوره، وخطا شخصي، خطا الشخصي على اسرار، خطا الشخصي على اسرار. نشوف كابتن نانسي، كابتن نانسي نتابع معاه، شوف الخطا الشخصي احتسابيته على مين، على اسرار ولا بيتس. فريده هتطلع الكوره، لميرال لفريده، لرنيم لميرال، جايه لها ليلي، ليلي والباصه تتقطع منها، تروح الكوره لنورهان، والخطا الشخصي على نادين، خطا الشخصي على نادين. لازم نحاسب على كل كورة في التوقيت ده، 5 دقائق 44 ثانية على نهاية أحداث المباراة، 5 دقائق 44 ثانية وبطولة وكأس مصر. الكورة مع أسرار ودخول من نورهان وتصويبة بتسجل نقطتين ترفع نتيجة 67-64. ليلي طلع كرة بره لفريدة، فريدة الرنين، وتصويبة من ليلي في سن الحلقة، تروح الكرة لسبورتينج، نورهان لأسرار في نص الملعب، أسرار ناحية اليمين، تلعبها لهاجر، وهاجر بتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلمها رنيم، ورنيم تلعبها لميرال، وميرال بتعدي، وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه نادين السلعاوي. يا سلام يا نادين، الثلاثيه الثالثه لنادين السلعاوي ترفع النتيجه ل 67-67. تعادل الاهلي وسبورتنج، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محروس المدير الفني لسبورتنج. هنسمع مع حضراتكم كده ونشوف التعليمات اللي هتتقال ايه من كلا المدربين. هل هاخد الكره دي؟ ما ينفعش، ادي ميستيك. الميستيك الثاني عملت باد دروب ورحت عليها وهي بتروح يمين وانا رايح متاخر وراحت يمين. اعكس الموضوع، اعكسه، خلي باص كات، ارجع الكره تاني، رنيم هي اللي فلاش داون سكرين ليلي ريدنج بقى، لو شايط السلعاوي كانت فاضي، السلعاوي كانت اوبن المره اللي فاتت قوي، ما كانش معاها حد، فريدنج انا ايوه انا عارف تمام، فريدنج مش لازم تبقى هي المره الجايه فاضي، جود ديفنس، ديفنس انتهى الوقت المستقطع واللاعبات نزلنا ارض الملعب، الكره لصالح سبورتنج بعد باسكت الاهلي او الثلاثيه اللي جابتها نادين السلعاوي، الثلاثيه الثالثه لنادين 67-67. وبيتسا تطلع الكره
تلعبها لهالة، هالة لريم هشام، نزلت اهيت وبنقول لها سلامات. ريم بتقفل عليها نادين، بتلعبها لهالة وخطأ الشخصي على فريدة وائل. بتلعبها لهاجر وخطأ الشخصي على فريدة وائل. كابتن نانسي منتظرة الانتهاء من إشارة التحكيم للطاولة. وتصويبة ثلاثية لصالح سبورتينج بتحرزها بيتس 70. أول ثلاثية البيتس 70-67. ونادين بتسقط الكرة لكن تتقطع، تاخدها ريم هشام. ريم في نص الملعب بتقفل عليها ميرال. ريم بتسقط الكرة وعايزين مخالفة المشي بالكرة ولكن بتسجل نقطتين نورهان 72-67. 72-67. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي. هنشوف كده مع حضراتكم ايه اللي حصل. يمكن ما وضحتش هنا في الكادر ولكن شايفين اشاره نادين بتقول ان في مخالفه المشي بالكره ولكن بتسجل نقطتين نورهان 72-67. نشوف تعليمات كده المدربين ايه ونرجع تاني لحضراتكم. انتهى الوقت المستقطع والكرة مع النادي الاهلي. ميرال تلعبها رنيم، رنيم لليلي، الناحية التانية لنادين، فاضل 9 ثواني لليلي وتصويبة في سن الحلقة من جوه تلمها نادين لفريدة لرنيم، ورنيم داخلة وبتحاول تتقطع الكرة وتخبط في دفاع سبورتنج وخارج الملعب. كابتن منى علي بتقول اوتسايد على رنيم. شوف كده مع حضراتكم ايه. لا كده هي عدت ما بين الاثنين يعني، انما اللي يحكمها فعلا كابتن منى علي. كده براءه كابتن منى. والكره مع بيتس. زاوية الرؤية بتخدع أحيانا، ممكن تخدعنا احنا كمان واحنا بنتفرج، فعشان كده بنرجع نقول ايه الحكم أقرب هو اللي شايف. بيتس وتصويبة تلمها بيتس تاني، ومحاولة تانية تاخدها رنيم وتطلع رنيم
طلع الكرة على طول لفريدة وخطأ شخصي لصالح فريدة. هاي استوجب بتخلي الكرة من الحد الجانبي. خطأ شخصي لصالح النادي الأهلي. تروح الكرة لمرال، لرنيم، ليلي، تلعبها لنادين، نادين لرنيم في الناحية التانية لمرال وبتسقط لليلي وبتطلع تصوب، ولكن بتاخد خطأ الشخصي برميتين حرتين. دقيقتين 29 ثانية على نهاية المباراة، دقيقتين 29 ثانية على كأس مصر، و 72-67 ورميتين حرتين للنادي الأهلي. ما بتنجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى ليلي، هتصوب الرمية الحرة الثانية. ما تنجحش في تسجيلها، تروح الكرة لهالة، وهالة بتعدي نص الملعب، تلعبها لبيتس، بيتس بتهدي ملعبها، مستنية لاعباتها تاخد أماكنها. تقطع الكرة ليلي وداخلة ليلي على الباسكت، داخلة ليلي وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 69 الأهلي 72 سبورتنج. هلا ومحاولة لقطع الكرة من نادين ولكن سيطر عليها سبورتنج. هلا تلعبها لنورهان، نورهان لبيتس في نص الملعب، بيتس بتباصي خارج الملعب اوت سايد لصالح الاهلي. ومرال هتطلع الكوره. مرال هتطلع الكوره. الباصه بتاعت بيتس خارج الملعب اوت سايد. نادين لميرال تاني. فريدة. وفريدة بتعدي. وها يلا يا فريدة وتصويبة بعيد عن الحلقة يا فريدة. تروح الكرة لبيتس. بيتس لريمي شام. وتعدي ريم زي امبارح. وريم تلعبها لهاله لهاجر لريم تاني لهاجر، وتلف هاجر وتصوب في سن الحلقه وتلم الكره، ولكن تروح لهاله تلم الكره رنيم، ولكن تروح تاني لهاله تسجل نقطتين ترفع النتيجه 74-69. ليلي بتسجل ليلي 71-74. وتحذير للسيميليشن او التمثيل. والكره مع بيتس لهاله، وهاله بتعدي ولكن خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على رنيم هيستوجب رميتين حرتين. بتنزل أسرار. كابتن منى هنا قالت قبل التصويب، هنشوف اهو. قالت قبل التصويب خطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محروس المدير الفني لسبورتنج. هنشوف مع حضراتكم كده ايه التعليمات ونستمتع ببعض الاعداد. اضغط على الكوره ما
ضابط ويسلبت ويدي ميك سكرين عشان ما يعملوش حاجه. انا بسلبت ما تعملش سكرين ده. اعدي الدربل بس احنا بنغير مكان اول ما الكره تقطع من هنا لهنا بس. لكن ما تعملش سكرين عشان بيعمل تراب الكره بتقطع. خلينا في الاوت سايد يا جماعه. لسه 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 موسى موسى هو فين؟ هي مش هتطفي خالص. هي مش هتطفي خالص. هاجر هتطلع تسكيلن. ترانزيشن. ترانزيشن بس دريبلينج هنا. وهتروح حصل سويتش هيروح او مين. انت الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين عشاق كرة السلة في كل مكان و37 ثانية في لوحة الملعب. يعني احنا تقريبا ماشيين مع بعض اهو. عندنا 36 عندهم 37 ثانية. 74 سبورتنج 71 الاهلي. والكرة لصالح سبورتنج. اسرار تطلع الكرة. لاسرار تاني تلعبها لهالة. هات وخد مع هاجر وهي بتستلم الكرة بتخرج خارج الملعب اوت سايد. وقت مستقطع بيطلبه على طول الكابتن طارق خيري. فاضل 26 ثانية عشان يدي تعليماته وغالبا هيلعب من المنطقة الهجومية بزمن هجمة 14 ثانية. نشوف هل هيستهلك ال 24 ثانية كلهم ويلعب من المنطقة الدفاعية ولا هيلعب من المنطقة الهجومية بزمن هجمة 14 ثانية. نسمع كده التعليمات. واجريسيف مان تو مان اكس مع اول باصه هلعب فاول جيم. طب هنعمل ايه في الاوفنس؟ ممكن بس ترانزيشن اوت سايد اوت سايد او تو بوينت. مش ازمه معايا. تمام. استاجر ستاك التي شيرت 3 ابراهيم ديلي لسه ما خلصش. سلعاوي ناحيه الكره هنا. رنين ليلي دبل سكرين سلعاوي. مفيش. انا هاخد الصدر. تمام. بعدها السلعاوي اوبن شوت انسى. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين عشاق كرة السلة في كل مكان. عشاق الفانيلا الحمراء مشاهدي قناة النادي الاهلي. بالفعل هيلعب من المنطقة الأمامية بزمن هجمة 14 ثانية. ورضوى هتطلع الكورة. كابتن نانسي بتجيب الكرة عشان يلعبوا المنطقة الأمامية. رضوى تطلع الكرة. لميرال. ميرال لنادين. ونادين تلعبها ليلي وتصويبة ثلاثية. ثلاثية ليلي. ثلاثية ليلي ترفع النتيجة للتعادل 74-74 و10 ثواني على نهاية المباراة. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محمد محروس المدير الفني لسبورتنج. مؤكد هيختار يلعب من المنطقة الهجومية. كده كده هيلعب بال10 ثواني اللي موجودين معاه. ولكن ايه اللي هيجرى في ال10 ثواني دول؟ خلينا نسمع كده التعليمات ونشوف الاثنين مدربين هيقولوا ايه. لو عملت
الحج والقصير مانو رايح ماشي كده، هبقى انا هاخده. يعني انا بعمل بامب وراجع لقيت القصير قدر يعدي منه سويتش. بوكس اوت، بوكس اوت. يلا يا جماعه، يلا توك يا جماعه، قولوا حتى لو سكرين يا جماعه حاولوا تطلعوا من عليها، لو هتعمل حاولوا تشيلوا. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين، 18 ثانية ونص تم التصحيح طبقا لساعة الملعب، 18 ثانية على نهاية المباراة. 74-74 ثلاثية رائعة من ليلي، 74-74 ويختار كابتن محروس انه يلعب من المنطقة الدفاعية، يعني عايز يلعب على 18 ثانية كلهم، مش ما اختارش من المنطقة الأمامية، مش عايز يغامر بال 14 ثانية ويتبقى ثواني تانية. هنشوف كده إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيتنفذ. طبعًا كل مدرب له فكره واللعيبة هي اللي بتنفذ في الملعب. الكرة مع سبورتنج. ريم هشام. ريم تقفل عليها نديم. وريم. و في صفارة كده هنشوف ايه، هل انتهى الوقت؟ لا فاضل ثانية لاحتكام لسام الحيازة وفاضل ثانية. 74-74 وفاضل ثانية. شايف كده بيشاوروا البعض انهم هيصوبوا على طول. ريم هشام طلع الكرة. وتصويبة ولكن بتنتهي أحداث الفترة الرابعة أعزائي المشاهدين والمتابعين بالتعادل 74-74 وهنلعب وقت اضافي بين الفريقين الكبيرين الاهلي وسبورتنج. الاهلي حامل اللقب وسبورتنج بطل افريقيا على كاس مصر. 74-74 هنخرج كده ونشوف تعليمات المدربين ونرجع لحضراتكم مع الخمس دقائق الوقت الاضافي. الكره اللي احنا جبناها 3 بونت دي صبر، مش عايز تومان زيلي عافيه، ان شاء الله الكره تمشي للثانيه 24. اتفقنا؟ خلاص يبقى نور، يبقى المشيه عايزه يصير، يبقى ليلي صح كده، بجيب رميم القطر الثاني القطر هنا، ده فجر سكرين باصي عندي 1 ان 1 وعندي استنى هنا رميم او ليلي حسب اللي هياخد الكوره في داون سكرين. بعد اذنك اللي بياخد بوزيشن تحت خده تحت قوي، جود بوزيشن داون، خلي بالك السبين واقفلك، عيني فوق تمام يا شباب، ان شاء الله ان شاء الله الجيم ده بتاعك. ايد واحده يا جماعه، احنا عايزين نفرح وجمهورنا عايز يفرح. اول كوره مهمه في الاكسترا تايم، مش عايزين استعجال، عايزين بص ديفنس ديفنس ايدك ماسكين ميرال، لما الكوره هنا وتشوفوا ميرال ما تبقاش تاخد بوزيشن عليا، افضل ازق فيها واحط ايدي قدام اوفنس 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 اوفن
اسال اكيد انتوا فهمتوا انا قلت ايه لما نيجي نلعب في التيم الايد ده ما يعملش السكرين هو هيبقى نوره دلوقتي نوره عايزه تلعبي انت فوق خلي نوره تحت هي تاخد الكروس سكرين خلينا نعمل كده ما تعمليش السكرين اسرع هتعمل دريبل انت سليب عدي السكرين تعالي افتحي هنا ممكن تاخدي شوطه ممكن تاخدي شوطه ما خدناش شوطه هنروح نشوف نوره طب ما فيش نوره ما فيش نوره اسكورة من الاسرار انزلي اعملي داون سكرين للجارد اللي عمل السكرين هنبدأ مع حضراتكم أحداث الوقت الإضافي من المباراة الرائعة مباراة الأهلي وسبورتنج نهائي كأس مصر والكورة مع النادي الأهلي وجملة رائعة قالها الكابتن طارق خيري إحنا عايزين نفرح وجمهورنا عايز يفرح وإن شاء الله هتكون الفرحة بأيدي ملكات السلة بالأهلي والكورة مع ليلي وداخلة ليلي ولكن تيجي في سن الحلقة تروح الكورة على طول ليه أسرار وداخلة أسرار وتتقطع الكرة أوت سايد لصالح سبورتنج هتطلع الكرة أسرار تتقطع الكرة وتحجزها وهنشوف هنا القرار إيه هنا القرار إيه وسلوك غير رياضي سلوك غير رياضي رميتين وحيازة نشرح بقى القرار خدت الكرة وجاية تعدي حجزتها منعت هجمة واعدة كابتن نانسي صح لازم تدي الأول خطأ شخصي بعدين تعظم القرار وهي بتشرح القرار للطاولة بأنها تدي إشارة السلوك غير رياضي يعني هي في الأول صح كده بتدي القرار وتدي للطاولة بعد كده السلوك غير رياضي هتصوب فريده الرميه الحره الاولى ما تنجحش في التسجيل كل رميه حره ليها ثمنها يا فريده هتصوب الرميه الحره الثانيه بس طبعا الاعصاب مشدوده بتنجح في التسجيل 75 74 والحيازه زمن هجمه 14 سنه مرالا تطلع الكوره لنادين نادين بتعدي وداخله نادين داخله نادين وخطا الشخصي لصالح نادين هيستوجب رميتين حرتين خطا الشخصي رميتين حرتين هتصوب نادين الرمية الحرة الأولى تنجح بتسجيل الرمية الحرة الأولى 76-74 تنجح بتسجيل الرمية الحرة الثانية 77-74 77 الأهلي 74 سبورتنج أسرار ماجد بتعدي اسرار تلعب من ناحيه اليمين لبيتس بيتس لهاجر تتقطع الكره من هاجر تاخدها رنيم تلعب على طول لنادين وقبل الثمان ثواني عدي يا نادين بتعدي بالباصه ميرال ليلي وداخله ليلي وتلعب ليلي وتصوب ليلي وتسجل ليلي 79-74 79 الاهلي 74 سبورتنج الكرة مع سبورتنج هتطلع الكرة هاجر هشام هاجر لبيتس بيتس بتعمل لها ستار كده هاجر وبتعدي نص الملعب تاني
بيتس، وتصويبه من بيتس بتسجل ثلاثيه بيتس، الثلاثيه الثانيه لبيتس ترفع النتيجه 77-79. تضع الكره تروح لسبورتنج، وخطه فيه عكسيه، والتعادل 79-79. ثلاث دقائق وعشرين ثانيه على نهايه الفتره الاضافيه، والكره مع ميرال. مرال لرنيم لفريده، وفريده داخله على الباسكت، داخله فريده وتصوب، والكابتن نانسي بتقول مفيش حاجه، ترفع ايديها كده بعلامه اوكي بتقول مفيش حاجه. تروح الكره لبيتس، بيتس بتصوب تصويبه متوسطه بتسجل نقطتين بيتس، وهي بتقع 81-79. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي. مباراة جميلة ورائعة من الفريقين، مباراة للي مش من جمهور الفريقين وبيستمتع اكيد هيستمتع باداء الفريقين، انما المباراة بتشكل كده ايه يعني عصبية شوية وشد عصبي للي بيتابع هنا وهنا من الجمهور هنا وهنا. تعالوا نسمع التعليمات ونشوف المديرين الفنيين هيقولوا ايه. بعد الكول لابس روحي للكروز، معلش روحي للكروز. لا لا انا خايف مش واصل، انا عايزه تستلم لما نعدي، لكن روحي للكروز دي استلم البيكتات وعدي من اخر. يلا برافو عليكم، هنروح نطبق نطبق. اسمع 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 اسمع، اول كوره من اول انتهى الوقت المستقطع. صالة لوحة الملعب بتقول دقيقتين 54 ثانية، بالفعل زي اللوحة عندنا بالظبط دقيقتين 54 ثانية. 81 سبورتنج 79 الاهلي، والكورة مع النادي الاهلي. ميرال بتعدي ميرال نص الملعب، تلعبها ليلي، ليلي لرنيم، لميرال تاني ناحية الشمال لفريده، رنيم ورنيم بتحاول تعدي وتلف، ويا سلام مع الباصه الجميله، يا سلام لسه بقول يا سلام من قبل التصويبه على طول، فريده بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 81-81. الباصه حلوه خلت الواحد يقول يا سلام قبل التصويبه، زي ما قلت لحضراتكم كده في اول المباراه، الباصه احيانا بتبقى هي اللي عليها العامل الكبير قبل التصويبه. ميرال، ميرال بتهدي ملعبها وبتشاور على الخطه اللي هيلعبوا بيها، تلعبها ليلي، سقط ليه رنيم، ورنيم ويا سلام يا رنيم بتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 83-81. بيتس، وبيتس بتصوب وبتحضن على كورتها، وخطا فني لان هي اديتها انذار بسيميليشن، خطا فني على بيتس للتمثيل، ادعاء ارتكاب خطأ شخصي معاها. دي الكرة اللي سجلتها رنيم، خطأ فني على بيتس هيستوجب رمية حرة. كابتن محروس بيستفسر ليه الخطأ الفني، كابتن منى بتقول له لأنها حذرت قبل كده. هي كده ايه هنشوف، هي هي بتصوت وفعلا ما حدش جه ناحيتها، احنا شايفين كده، انما الحكم شايف ايه وقراره ايه. هو ده كابتن منى عايزه ترجع لجهاز الاي ار اس مع كابتن محمد حلمي، عايزه تشوف هل فعلا حد احتك بيها ولا لا، ومعاها لازم يكون معاها الكابتن رنا خالد اللي اتخذت القرار.
هنا الحكم اللي قاعد على جهاز الاي ار اس مختلف عن الفار في الكوره، يعني الحكم في الفار في الكوره بيدي قرار للحكم وبيقول له، انما هنا هو مجرد يعني هو بيخلي باله بس من التشغيل وبيقدم ويأخر للحكام اللقطات اللي هم عايزينها، انما ما بيدخلش معاهم في القرار على الحدث اللي موجود. بيقرب لها الملعب عشان تشوف القرار هل فعلا في احتكاك ولا لا عشان يبان. كابتن احمد الفلكي رئيس لجنة الحكام مراقب للمباراة. نشوف القرار ايه، ولازم اللي اتخذ القرار هو اللي يعلنه. كابتن رنا خالد احتسبت فعلا خطا فني سيميليشن او تمثيل، شاورت بالاشاره رفعت ايديها ونزلتها كده، يبقى في تمثيل، يبقى رميه حره نتيجه الخطا الفني. بتصوب نادين بتنجح بالتسجيل 84 81، وكرة هترجع كانت لصالح الاهلي اوت سايد، الكرة كانت لصالح الاهلي لان الكرة كانت خرجت خارج الملعب. هنشوف الكابتن رنا خالد ايه قرارها. شوف عامل مشاكل ازاي كابتن رنا خالد. احمر اوت، انا شايف هي بتقول كده لغه بالفعل احمر اوت، كره لصالح الاهلي لان الكره اما اتصوبت خرجت خارج الملعب اوت سايد، وهي حاسبه البيتزا على السيميليشن او على التمثيل، فالكره بترجع تاني لمكانها اللي هو الاوت لصالح الاهلي. ميرال، ليلي، رنيم، ميرال تلعبها الفريدة ليه نادين لرنيم، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية رنيم الجداوي، الثلاثية التانية رنيم الجداوي 87 81، 87 الأهلي 81 سبورتنج. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محمد محروس المدير الفني لسبورتنج، دقيقة و14 ثانية، دقيقة و14 ثانية، نسمع كده مع حضراتكم التعليمات وإيه اللي بيتقال. تعمل مني سبين، تمام؟ السكرين بول بليز هيتش، لو احتجت اعمل خد هو هيتش على كله ولا على كله على على ديستني بس ولا على كله كله هيتش ايه ستيب وراجع، تمام؟ تشوتشي 3 بوينت مين معاه بيتس؟ نو ما عندهاش الكوره مش صح، نو 3 بوينت نو باسكت 1 نو 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 ايزي بنتريشن، لو حسيت ان هي هتعدي مني وهضربها وهحط 1 مور اسيبها، تمام؟ طب لو حصل الكوره هنا واحده بتلعب 1 ان 1 لازم يروح يقابل شيست وده يروح يعمل ستيل للكوره. يا جماعه حلوه، يلا يا جماعه يلا يلا عشان نلعب صح. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، عشاق كرة السلة في كل مكان. الكابتن محروس اختار يلعب من المنطقة الأمامية، من المنطقة الهجومية بزمن هجمة 14 ثانية. وتعليمات كابتن طارق إن مفيش فاولات.
حتى لو في اختراق يقول لاعباته سيبيها حتى لو هتسجل نقطتين سيبيها عشان ما يخسرش فاول ورميه اضافيه. اسرار هتطلع الكوره. وخمس ثواني، خمس ثواني اسرار بتستهلكهم. احنا عارفين ان اللاعب لازم يطلع الكوره خلال خمس ثواني، يصوب على الباسكت خلال خمس ثواني. الكوره لو مسكها في ايده وفي اطباق خمس ثواني، فهنا في الاوت استهلكت خمس ثواني. نادين طلع الكوره على طول لمرال، وبيلعبوا مان عشان مخالفه الثمان ثواني، والكابتن طارق بيقول لها عدي بسرعه، بالفعل بتعدي قبل الثمان ثواني. تلعبها ليلي، ليلي لفريده، فريده لنادين، ونادين بتعدي بتعدي وداخله وبتصوب وبتسجل نقطتين 89-81. دقيقه على نهايه المباراه والوقت الاضافي، وفي صفاره. كابتن نانسي بتحتسب خطا شخصي مزدوج، خطا مزدوج هنا وهنا. في الحاله دي بيتسجلوا في السكور شيت في صحيفه التسجيل، ولكن بترجع الكوره للي كان معاه الكوره. بيتزا بتطلع الكوره، تاخدها هاجر وبتصوب وصراع على الكوره، وهنشوف في احتكام لسهم الحيازه. فريده وائل واحتكام لسهم الحيازه، والحيازه لصالح سبورتنج. اسرارها تطلع الكوره، وتصويبه من هاجر، وخطا شخصي على نور علي. والقرارات ايه؟ هنشوف مع حضراتكم كده. وخطا فني على بيتس، خطا فني على بيتس. هنشوف القرارات ايه، هل كان في خطا فني على نور ولا لا، لان احنا ما شفناش الحكم وبيدي القرار. يعني معنى كده يبقى في اربع رميات. نظره تعمل معاني كتير من الكابتن محروس. هل اتنين خطا فني؟ يبقى بيتس خدت، يبقى بيتس هي اللي خدت اتنين خطا فني، كده تم استبعادها من الملعب. نشوف الملعب ونشوف القرارات اللي هتتنفذ. نادين، كابتن منى هتتشاور لسه على القرار، هتشوف كام رميه حره. ثريا طبعا النهارده مش موجوده في الملعب، بسال عليها قالوا يعني بتنتظر حادث سعيد كده ان شاء الله، ونجم جديد من نجوم اللي ينضم بقى للرياضه المصريه سواء سله او زي ما هو عايز، بس اكيد هيلعب سله ان شاء الله على خير باذن الله. نقول لها مبروك. بتصوب نادين، بتسجل رمية 90-81، وفي رميتين حرتين، الخطأ الشخصي لصالح ليلي. كابتن منى وحوار و
استشارة من الحكام أو من الحكمات، فهتصوب الرمية الحرة الأولى للي تنجح بالتسجيل 91-81. والثانية في سن الحلقة تلمها على طول سبورتنج، وتصويبة قصيرة تلم الكرة رنيم تلعبها لمرال، وخطأ الشخصي سبورتنج بيلعب فاول جيم، خطأ الشخصي طبعا بيختلف الفاول جيم عن الخطأ السلوكي. الفاول جيم هنا يعني بيبقى تكتكس من المدرب او اسلوب لعب من المدرب للفريق ان هو يقدر يعطل الساعه بخطا الشخصي تحسبا لان يبقى في رميات وتضيع الرميات ويلم هو الكوره ويعوض الناحيه الثانيه. 91-81 للنادي الاهلي، وتصويبه بتنجح تسجيلها الرميه الحره الاولى مرال اشرف. 92-81 وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية. خطأ الشخصي على نادين السلعاوي. رميتين حرتين. وتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل. ريم هشام تصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح تسجيلها 82-93. خطأ شخصي لصالح مرال، هيستوجب رميتين حرتين. عشر ثواني على نهاية المباراة. 93-82. ورميتين حرتين لصالح النادي الأهلي. مرال هتصوب الرمية الحرة الأولى. وتعليمات من الكابتن منى علي. ومرال هتصوب الرمية الحرة الأولى. ما تنجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى، هتصوب الرمية الحرة الثانية. ما تنجحش في تسجيلها، تلم الكرة هاجر. بتعدي هاجر نص الملعب، بتقفل عليها ليلي. وداخلة على الباسكت، داخلة على الباسكت وبتسجل نقطتين 84-93. نادين. وبتنتهي المباراة أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي 93-84. مبروك النادي الأهلي الفوز بكأس مصر لموسم 2023-2024. ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي ولكل محبي ومشجعي النادي الأهلي. مبروك الكابتن طارق خيري غزال مصر المدير الفني للنادي الأهلي، وفرحة عارمة للاعبات النادي الأهلي، وفرحة للجمهور أمام الشاشات، وفرحة لكل من بيتابع ملكات السلة من المحبي ومشجعي النادي الأهلي. مبروك